ليش ما قلتولي؟ يعني أنا معلم من العالي؟ بعدين ممكن تفهموني نحن من أنت منخبي شي عن بعضنا؟ يا بنتي كنا رح نقلك بس ما إجا وقتها للفرصة. بابا هات ورجيني قديش المخالفة لشوف. معقول؟ قلولي شو هاد؟ يا الله شو بدنا نعمل بهالمصيبة؟ إلكن شغلة، هاد الدين بيروحنا والله، يعني العيلة كلها ياتا بينقضى عليها أشي لفة. كيف بدنا نوفي هالمبلغ؟ والله كبير. أمي شو رأيك تتخلي عن هدول الإسوارتين؟ أصلاً طولوا كتير، شو بدنا نعمل بهالإسوارتين وعنا ديون متلتلة يا ربي؟ أساساً الحق علي أنا، ما بعرف كيف رديت عليكم. أنا كنت بعرف إنه هالشغلة رح تنزلنا لتحت الأرض وتزيدنا فقر. طاوعتينا ونحن ضحكنا عليكي؟ لسا مبارح كنت عم تتفتلي فوق راسنا وتقولي بدنا إنتاج أكتر وبدنا إنتاج أكتر. إمتى وصلتي لهون؟ يا ريت تفهميني إذا ممكن. سكوت إيكو سكوت، من غير شي أنا عم حاسب حالي على هالعملة الغبية اللي عملتها، وحتى عم فكر إني أطفش منكم، سوتولي عيشتي. أنا متأكد إنه الساحرة زمرد هي اللي عملتها، مستحيل ما يكون إلى إيد. ما عم صدق يا أختي، معقول رجعتي عملتيها ولعبتي برزقة الجماعة مرة تانية؟ بهنيك. لقيقة أنتي عيلة أرتان وقفتي بصفون؟ ولا أنا هيك حسيت؟ لا يعني بوجود أختك اللزم أنتي وقفتي بصفون؟ معقولة بدك توقفي بصفون؟ لا 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 ريحان سدي بوزيت. نو ريحان نو نو، من أبسط حقوقي إنه أعرف إذا كنت عم ربي أفعى بصدري يا ريحان. أنت حية بدك تلسعيني؟ استوعبي، أنا مالي واقفة بصف حدا، تمام؟ أنا بس زعلانة على هالجماعة، كيف رح يدفعوا هالمخالفة؟ ما تزعلي ريحان، ما تزعلي، همك أنت بهالجبال يا روحي. أختي أخت شو؟ لك أنت عندك أكثر من 15 هم تزعلي عليهم، هلا بصف لك ياهم واحد واحد، قعدي تأمليهم. كانوا يفكروا بالعواقب قبل ما يشتغلوا بالتهريب، ماما شو؟ شو بدك نخرتي بدني؟ كانوا عم بيحضروا ورق لياخدوا الرخصة يا أمي، بس بفضل إنه ما ياخدوها. أنتي هداك الوقت المتأخر من الليل شو كنتي عم تعملي مع إيكو العديم الفايدة؟ ها خلص لا تجيبي سيرته، مانو عديم الفايدة. بس شوفي أنتي أمي، ماني عارفانة رح تتصرفي وتخونيهم بهي الطريقة يا أمي. خيانة خيانة يا رب العالمين، يا ريت انطرشت ابني قبل ما اسمع بنتي عم تتهمني. ما بيصير يا الله، انا مظلومه مظلومه كتير، ما بيصير ما بيصير، صبرني انا مظلومه. المراهقين كيف عم يعملوا هيك شيء؟ كيف عم ينجحوا فيه؟ ما عم افهم يا اختي، لك كيف عم يعملوا هيك؟ عم ينطوا من حيط بيتي الامن ويفجروا قمله بنص بيتي، لك كيف؟ حدا يفهمني شو اللي عم بيصير يا، لاني ما عاد فهمت. شو المناسبه؟ اعتباراً من هاللحظة أنا زمرد أعلنت حالة الطوارئ بهالقلعة الحصينة، لقد انتهى البيان، أصحك تاني مرة اسمع اسم إيكو بهذا البيت. نقطة، انتهى انتهينا، ما بقى بدك تقابل هديك البنت، خلصنا. لك كيف يعني ما بدي قابلها؟ شو يعني ما بدي قابلها؟ شو نسيتي إنه بيوتنا مقابل بعضهم إحنا وياها؟ إذا بضطر بعمر حيط بيناتنا. يا ماما شو هالحكي اللي عم تحكيه كرمال الله. بابا وإنت كمان أحكي لك شي كلمة، طلق الدسر عمري برأيي لازم ما تتدخلوا بحياتي الخاصة. أكرم شو هالحكي هاد؟ خلاص اسكت، أمك معها حق. ممكن تتركوا حياتي الغرامية وتركزوا بموضوع الدينة تبعكم؟ ها؟ نحن أخذنا سلفة وهي السلفة ما لها صغيرة، خلاص نحن ضاع مستقبلنا وانقضى علينا. منرجع السلفة لك؟ بنتي كيف بدنا نرجع السلفة؟ نحن جبنا فيها مواد خام مشان المركبات. وين المواد الخام؟ مو تصادروا؟ يعني راحت السلفة لك.